طيب نستنى حضرتك يا شيخ محمد، بناخذ اتصال من مشاهدينا ومحبينا ومقدمي برامجنا في قناه الصحه والجمال. معنا الان الاستاذه نور الحسيني، مقدمه برنامج علم طفلك. السلام عليكم استاذه نور. وعليكم السلام يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وانت طيب، وكل عام واسره برامجنا واسره قناه الصحه والجمال كلها بالف خير، ابتداء من استاذنا واستاذ الكل استاذ ناصر الشاهد، واستاذ محمد الشاهد، واستاذ محمد الملكي، واستاذنا الغالي وليد عماره. عايزه اقول لكل الاسره الجميله دي كل عام وانتم طيبين، وتوقعوا ان شاء الله خلال الفتره المقبله برنامجنا على قناه الصحه والجمال بشكل متطور باذن الله باذن الله، وبكون اسعد مخلوق لما بكون معاكم على الهواء ولما بتواصل معاكم. وكل عام وكل الامه العربيه بالف خير يا رب العالمين. كل سنه وحضرتك بخير الاستاذه منى. الاستاذه نور، عايزين حضرتك يعني تدينا نبذه عن ان شاء الله البرنامج اللي حضرتك هتقدميه بعد العيد ان شاء الله، هل هو هيختلف بشكل او باخر، ولا هيكون يعني تكمله او استمرار ل اللي حضرتك قدمتيه قبل العيد؟ ان شاء الله هيكون مختلف بشكل جديد. برنامجنا رساله توعويه لكل اطفالنا، هيكون مقدم من الخالناني نور الحسيني على قناه الصحه والجمال. هيكون في فقرات لاطفالنا مواهبهم وابداعاتهم اكيد، وهنطورهم وهنساعدهم زي ما ساعدنا آسر مصطفى أنه يوصل لأكبر موهبة وأنه يوصل للتصفية النهائية للرئاسة. إن شاء الله هنوصل أطفالنا لأعلى المناصب في مسابقة القراءة. كان وصل معنا آسر مصطفى اللي أطلق عليه عالم الفضاء الصغير، وكمان هنتواصل مع كل أطفالنا الموجودين معنا في الرسم والإبداع في أي موهبة سواء كانت قصصية. إن شاء الله هنكون متواصلين مع كل أطفالنا بإذن الله داخل الفترة المقبلة، سواء فن، رسم، إبداع، غنى، تلاوة، كل شيء موجود مع أطفالنا، وإحنا إن شاء الله هندعمهم بكل شيء موجود معنا ومتاح لنا سواء كان جوه مصر أو خارج مصر من متابعينا اللي بيتابعونا في العراق أو بيتابعونا في فلسطين أو في أي مكان. وربنا يحفظ يا رب أمتنا العربية، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. طبعا من برامج حضرتك من برامج المهمة جدا جدا، لأن موضوع تربية الطفل والنشأ ده موضوع يعني من المفترض يكون من أولويات المجتمع، أي مجتمع وخصوصا المجتمع المسلم. أكيد. احنا بنشوف دلوقتي الانحطاط شوية في الأخلاق في شوارعنا، وبنشوف يعني أكيد. الانشغال الآباء والأمهات بشكل كبير جدا، طبعا مش بنعمم، لكن بقت في ظاهرة ملاحظة طبعا، ولأي حد يعني بيشوف ان في يعني قلة في المواضيع دي. اسمح لي ان انا اتدخل، لان الاعلام عامه وسيله بتلعب دور مهم جدا في تربيه النشء من غير يعني بشكل غير مباشر. يعني كنت بتكلم عن المسلسلات والحاجات اللي موجوده، اطفالنا بيشاهدوا وبينفذوا او بيتاثروا بكل شيء موجود حوالينا فبيقلدوه دون ان يدروا. يعني ده احنا عايزين نوجد البديل بقى يا استاذه نور، نوجد البديل بشكل راقي وبشكل يكون سليم. ما انا بقول لحضرتك عشان كده عملنا برنامجنا لتعديل السلوك، والاساسنا هو تعديل السلوك وتنميه مهارات الاطفال، ان احنا بنقدر نحول اطفالنا من طفل سوي لطفل سوي اكتر. يعني بنحاول ان احنا نخليه افضل واحسن، يخدم مجتمعه ويخدم الوطن ويساعد على نمائه. وكمان بنقول له ان انت شخصيه مهمه، بنحاول نولد في اطفالنا او نشجعهم ان هم يكونوا شخصيه نافعه تفيد المجتمع وتفيد الوطن. و بنتامل او بنامل من ربنا ان ده يكون سبحانه وتعالى في حسناتنا باذن الله ويجازينا كل خير. طيب ان شاء الله هتكون احنا عايزين نستغل الفرصه يا استاذه نور وحضرتك معانا، واحنا في فتره العيد ندخل السرور على اطفالنا الصغيرين، وعايزين من حضرتك تقدم لنا كده فقره صغيره كده من الاصوات اللي حضرتك بتقلديها كده بشكل جميل والاطفال بيحبوها. الله انت كده بمناسبه العيد كده ندخل الفرحه والبهجه على الاطفال. يعني اكيد طبعا عايزه اقول لكم هقول لكم حدوتة جميلة وفي نفس الوقت هتكون رسالة جميلة. ازيكم يا أصحابي؟ انتوا سامعيني؟ اه سامعينك يا خالة ناني. أنا بحبكم قوي قوي قوي، وعلشان كده عملت لكم مداخلة على قناتنا قناة الصحة والجمال عشان أقول لكم كل عام وانتم طيبين. وانتي طيبة يا خالة ناني، يا ترى قضيتوا العيد فين؟ أنا عن نفسي رحت حدائق جميلة، وأنا كمان رحت لجنينة الحيوانات وزرت جده. الله، يعني انتوا عملتوا صلة رحم، زرتوا أقاربكم. طبعا يا خلانيني احنا بنحبهم قوي
وأنا كمان بحبكم، لازم نزور أقربائنا ونحبهم وكمان نودهم ونساعدهم في كل شيء جميل ونحاول ننظم حياتنا. انتي قلتي ننظم حياتنا يا خلاناني؟ طبعا، يعني احنا نخصص وقت لمذاكرتنا ومساعدة الاخرين، يعني نساعد بابا وماما في بيتنا. ما شاء الله جدا، انا ما شاء الله ساعدت بابا وماما في حاجات جميلة جدا. جميل جدا يا استاذ نور، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ما شاء الله جميل جدا، ما شاء الله حضرتك يعني بنستمتع وفي نفس الوقت بنتعلم قيمه جميله جدا في حياتنا وقيمه أشترك. جميله جدا في اسلامنا. انا فعلا بحي حضرتك جدا وبشجع حضرتك انك تكملي بنفس النسق، ان احنا فعلا نوجد البديل الله. المحترم ويكون اعلام هادف فعلا بينشئ جيل فعلا يعتمد عليه في المستقبل ان شاء الله. بتواجدنا معاكم وعلى قناه الصحه والجمال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ نور، كل سنه وحضرتك طيبه.